نادي الزمالك بيعود لطريق الانتصارات بفوز مهم جدا على نادي انبي بهدف احرزه محمود الونش من الفولو اب في الضربة الركنية، فوز اكيد معنويا مهم جدا جدا لنادي الزمالك طبعا بعد التعثر قدام نادي المقاولين العرب في المباراة السابقة، واكيد نادي الزمالك بيبحث عن فوز مهم قبل المواجهة المرتقبة امام نادي بيراميدز يوم الخميس الجاي. نادي انبي مع الكابتن حلمي طلان حاولوا يعملوا كوبي وبيست من مباراة الدور الاول ويعملوا نسخة جديدة من الاداء اللي عملوه، الطريقة والتكتيك اللي عملوه في الدور الاول، ولكن كان في بعض المشاكل او مشكلة في وجهة نظري، مشكلة وحيدة هي كانت الاساس اللي خلت نادي انبي ما يظهر 45 دقيقة بس ويختفي ال 45 دقيقة التانية. طيب نبص على البورد ونحلل مع بعض نادي الزمالك. ليه انا قلت واحد من الاداء كان عليه علامات استفهام، اداء مش جيد، فوز بس هو المعنوي، لكن الشوط بصراحة او الشوط الاول بالتحديد كان سيء جدا، الشوط التاني لحد ما معنويا الروح عليت شوية، ولكن في بداية المباراة نادي الزمالك كان فاقد السيطرة، اللعيبة مش قادرة تجري، في جابس كتير قوي في المساحات، موضوع بصراحة كان صعب جدا اشرح لكم فيه وجهة نظري في اداء نادي الزمالك في الشوط الاول. نادي الزمالك في الشوط الاول كان بيلعب بالطريقة المعتادة بتاعته الاربعة والاثنين والتلاتة الواحد، ولكن دي ربما تكون الرسمة اللي احنا ممكن نرسمها على البورد، لكن فعليا في ارض الملعب هنبدأ نوسع شوية، نبدأ نوسع المساحات ونشوف نفس الغلطة اللي كانت بتحصل للنادي الاهلي في بعض المباريات، ان كل لعيب قاعد في جزيرة لوحده. نادي انبي الشوط الاول قدم 45 دقيقة نموذجية، تقارب في المسافات، اللعيبة بتظهر لبعضها، سرعة في الاداء بشكل كبير جدا، للدرجة اللي كانت بتخليك تشوف نادي الزمالك وهو مشهور جدا جدا في الهجمات المرتدة، كنت ممكن نقول مثلا نادي انبي متقدم فيه الهجمة بتاعته كل اللعيبة متقدمة وفي اتنين بس مساكين، كنت بتلاقي ارتداد سريع للغاية من نادي انبي على طول على اي لاعب من نادي الزمالك حامل الكرة، للدرجة اللي تخليك تقول ايه ده، ازاي اللعيبة بتاعت انبي قدروا يرجعوا من نص ملعب نادي الزمالك نص ملعبهم بالسرعة دي. ده كان امر واضح جدا في الشوط الاول، واضح ان فرق اللياقة البدنية في الشوط الاول كان لصالح نادي انبي، عشان كده الكاميرا كلها كانت متركزة على نص ملعب نادي الزمالك. نادي انبي كان بيستعيد الكرة بسرعة، اللعيبة بتعمل الدبل بريس او الضغط المزدوج بشكل جيد جدا، اللعيبة كان بترتد من الدفاع للهجوم او من الهجوم للدفاع بشكل كويس جدا، فالشكل لحد ما كان متجه ليه نادي انبي اكتر من نادي الزمالك. واشرح جزء من الغلطة اللي في وجهة نظري الكابتن حلمي طولان وقع فيها، وهي انه بدأ بمحمد شريف، ما فنش بمحمد شريف، وهنا تقدر تشوف الفارق الكبير. ليه؟ نادي الزمالك وهو بادئ المباراة اللعيبة واقفة لحد ما في افضل شكل بدني ليها، اللعيبة المفروض ان هي في قمة لياقتها البدنية، حتى سيبك من الاداء وبعد المسافات وما الى اخره، ولكن لما تلعب محمد شريف من بدايه المباراه ده معناه ان هو هيواجه لعيبه نادي الزمالك وهم في قمته، وكان كابتن حلمي طولان بيلعب على لعبه واحده، هو عارف نادي الزمالك هو بيهاجم بيسيب محمود الونش ومحمود علاء في نص الملعب، وكان عايز محمد شريف يستغل سرعته عشان ياخد الكره تتلعب له في المساحه دي، وحتى في واحده جه يعملها بس كان تسلل. ولكن في وجهة نظري الخطأ اللي عامله الكابتن حلمي طولان انه كان لازم يبدأ بأحمد علي ما يبدأش بمحمد شريف. ليه؟ لو انت كنت بدأت بأحمد علي، أحمد علي كبير في السن، أكبر من محمد شريف بكتير جدا، وزنه تقيل، عضلاته أتقل، فمبطأة حركته، وبالتالي لو كان نزل أحمد علي من البداية كان هيهد في دفاع نادي الزمالك بشكل كبير، خصوصا في الكرات الطولية والتدخلات الثنائية والكرات العرضية، كان هيمهد لمحمد شريف في الشوط الثاني لو مشينا على السيناريو بتاعي، ان الاثنين المساكين دول هيجوله وهم مهدودين وتعبانين جدا جدا جدا، كان ساعتها محمد شريف يقدر يعمل زي الدور الاول لما استغل التعب والارهاق اللي كان فيه مدافعين الزمالك في نهاية المباراة وقدر يخطف الهدف الثاني. لكن ايه اللي حصل؟ الآية اتعكست، انت اهدرت مجهود اللاعب السريع بتاعك وخلصت الباور بتاعه في 60 دقيقة، بعد كده اديت احمد علي نص ساعة واحمد علي ما قدرش يعمل فيهم اي حاجة، وشوف نادي انبي ما عندوش اي انياب. لكن نادي الزمالك الشوط الثاني
كارتيرون في وجهة نظري كل الكلام على حاجة واحدة، ازاي نوصل الكرة الطولية لهنا وناخد السكند بول او الكرة التانية عشان نسدد او ناخد ضربات حرة او ركنيات. ودي النقطة الوحيدة نادي الزمالك مميز فيها. نادي الزمالك عنده لعيبة بتلعب سورفات كويسة جدا وبتعمل قطع عرضية ممتازة سواء بن شرقي او نجم او زيزو، وعنده لعيبة بتقدر تعمل جامب داخل منطقة الجزاء، الونش ومحمود علاء ومصطفى محمد بيقدروا ياخدوا الكرات العالية. وبالفعل نادي الزمالك كان كل تركيزه في الشوط الثاني على الضربات الثابته، اللعيبه فعلا تحس ان هي في رجليها رمل، اللعيبه بدات تتعب طبعا من توالي مباريات كل 3 ايام ماتش، وضيف على طبعا التدريبات الكتيره، فده مأثر واضح جدا على الجهد البدني عند اللاعبين. وضيف على كده طبعا كارتيرون من المدربين الفنيين اللي بيثبتوا التشكيل، مش زي ريني فايلر الى حد ما بيقعد يغير شويه فبيريح اللعيب، لكن كارتيرون احنا عارفين نظامه دايما ثابت على التشكيل. فواضح جدا جدا لعيبه نادي الزمالك بدات تتاثر بدنيا في المباريات الاخيره، للدرجه طبعا ساعه ماتش المقاولين احنا اتكلمنا نادي المقاولين فضل يلعب ب 10 لاعبين من وقت مبكر جدا جدا، ولكن لما تشوف المباراه ما تحسش نادي المقاولين لعب ناقص لغايه ما في الاخر وخطف الهدف. فانا شايف نادي الزمالك استغل وخرج منتصر لانه ركز على افضل نقطة عنده، وهي لعب الضربات الثابتة حوالين منطقة الجزاء او الضربات الركنية اللي اجاده فيها وقدر الونش يخطف تسديدة. ليه نادي انبي ما ظهرش في اخر نص ساعة؟ عشان المهاجم اللي انت فنشت بيه كان احمد علي، وحتى محمود قعود ما كانش فيه اي تفاهم ما بين الاثنين، الامر ما بينهم كان صعب جدا. وقعود انا في وجهه نظري اللي يشوف قعود او متابعه من زمان، قعود مسته جدا في الضربات الراسيه، ودايما لما بيلعب داخل البوكس بيبقى دي قوته، لكن محمود قعود النهارده لعب متطرف فما ظهرش خالص لما نزل. احمد علي برده بسبب تقل الحركه اللي كان اعتقد كانت مريحه دفاع نادي الزمالك بشكل كبير، فما خلتش فيه اي خطوره لنادي انبي، وادانا شكل مناقض تماما لل 45 دقيقة أولى اللي احنا شفناها، وكان نادي انبي متفوق فعلا على لعيبة نادي الزمالك. مبروك نادي الزمالك الفوز بثلاث نقاط، وفوز تاني مهم ومعنوي جدا قبل مباراة قمة طبعا هتجمع ما بين الزمالك وبيراميدز يوم الخميس في غياب طارق حامد اللي تأكد غيابه بعد حصوله على الإنذار الثالث في ماتش انبي، لكن فرجاني ساسي هيلعب المباراة ما عندوش أدنى مشكلة، لأن الإنذار اللي خده قدام نادي إنبي كان الإنذار التاني مش التالت زي ما بعض الصفحات أو بعض الأكاونتات على السوشيال ميديا كتبت. ده كان تحليلنا النهاردة لمباراة الزمالك وإنبي، شكرا جزيلا وأشوفكم إن شاء الله في مباراة النادي الأهلي الجاي، نادي الزمالك الأول إن شاء الله يوم الخميس، ونبقى نشوف الأهلي بعديها بإذن الله وادي دجلة يوم الجمعة. شكرا جزيلا، كريم سعيد.